بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب التحية ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج فلا يتدبرون القرآن، عنوان حلقتنا لهذا اليوم الاعتبار باللبن والعسل، وهما آيتان عظيمتان من آيات الله تبارك وتعالى. وموضوعنا يبدأ إن شاء الله تعالى بالآية 65 من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر
أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه مختلفا ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة والأخوات قول الله عز وجل والله أنزل من السماء ماء يعني الله المستحق للعبادة الله الذي لا يرى المستتر الله المعبود الحق دون غيره تبارك وتعالى هو الذي أنزل من السماء ماء أي غيثا ومطرا وسماه ماء لأنه بالنتيجة ماء يتجمع فيكون ماء وهو من أجود أنواع الماء أجود من مياه الأنهار وأجود من مياه الآبار أو العيون وأمثال هذا لذلك هناك روايات في شرابه في بعض الأشهر يعني في استحباب شراب ماء المطر على كل وهذا الماء النازل يكون كاملا فيه كل ما يحتاج إليه الشارب من إنسان أو سائر الحيوان أو حتى النباتات لماذا؟ لأن يعني كامل التأين وكامل كل ما يؤدي إلى النمو الطبيعي للشاربين لماذا؟ لأن الماء الذي يكون في النهر تذهب بعض مكوناته بعض خصائصه المفيدة تذهب من خلال الاحتكاك بالطين والطحالب والأشجار وغير ذلك لكن هذا نزوله يكون بصورة مباشرة من غير أن يمر بأي شيء يحدث فيه خللا إلى الشاربين إلى النباتات إلى الأرض لذلك تجد أن الأرض بين ليلة وضحاها تصبح مخضرة كما عبر القرآن الكريم وفيه فوائد كثيرة وكثير من الناس يحرثون وينتظرون نزول المطر فيكون النبات يعني ما شاء الله فيه من الجودة سواء كان مما يأكلون أو مما تأكل أنعامهم لذلك قال تعالى ماء فأحيا به الأرض بعد موتها بعد أن كانت مجذبة بعد أن كانت أرض قحط لا نبات فيها وإذا بها تتحول إلى خضراء أحياها الله لأن كأنها ميتة كانت فأحياها الله تعالى بظهور النباتات إن في ذلك لآية لقوم يسمعون ليس فقط السماع يسمعون لا يسمعون ويعتبرون بما يسمعون ويتفكرون فيما يسمعون وبعد ذلك ينتهون إلى نتيجة هي أنه لا بد من عبادة الخالق الذي أنزل هذا الماء وأحيا به الأرض لذلك حينما تمر بعض الآيات القرآنية بهذه المشاهد مشاهد نزول
الغيث والمطر إلى الأرض وإحياء الأرض. بعد ذلك يقول تعالى كذلك الخروج، كذلك تخرجون في سورة قاف وغيرها. يعني بهذه الكيفية الأرض يابسة، يابسة التراب ومتحجرة وبعضها تراب، ما أن ينزل عليها هذا المطر حتى تحولت إلى أرض ذات منظر جذاب وخضرة وأنواع النباتات والكل يستفيد منها. ولذلك يقول تبارك وتعالى في سورة قاف أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. بعد ذلك يقول وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به جنات وحب الحصيد، إلى أن يقول تعالى كذلك الخروج، الخروج من القبور بهذه الكيفية بهذه الطريقة، كأن القبور الفعل القبور أموات فيحييها الله تعالى كما يحيي الأرض. ولذلك في سورة فصلت يقول تبارك وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. شبه بين الإحيائين. وإن لكم في الأنعام لعبرة، الأنعام جمع نعم واحدها النعم، والأنعام هي الإبل، و يعني الإبل بنوعيها ذو السنامين وذو السنام الواحد، والبقر بنوعيه البقر والجاموس، والغنم بنوعيه الغنم والماعز، يعني الضأن والماعز، كلها تسمى أنعاما. يقول تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة، عبرة موضع اعتبار تأخذون العبرة، ويكون فيها دليل، يكون في ذلك دليل على وجود خالق عظيم يفعل هذه الأفعال التي لا يقدر عليها غيره تبارك وتعالى. فعلى الناس أن يسبحوه وأن يخشوه وأن يعبدوه وأن يوحدوه تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وإن طبعا لعبرة منصوب لأنه اسم إن لعبرة أصله لعبرة لكم في الأنعام مبتدأ وخبر، دخلت إن، فبعد ما يجتمع توكيدان إن واللام على كلمة واحدة فتزحلق اللام تدفع إلى الخبر فيقال اللام المزحلق هي نفسها لام التوكيد لام الابتداء. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. أولا عندنا نسقيكم بالضم والفتح، قرأ نافع المدني براويه ورش وقالون، وقرأ ابن عامر الشامي براويه هشام وابن ذكوان، وقرأ شعبة عن عاصم، شعبة فقط، هؤلاء قرأوا نسقيكم بالفتح، والباقون قرأوا نسقيكم بالضم. وفي والفرق بين نسق، طبعا نسقيكم الثلاثي، سقيناكم نسقيكم، سقى يسقي، ونسقيكم الضم من الرباعي أسقى، المزاد يعني المزيد بالهمزة، نسقيكم يعني أسقى يسقي بالضم مثل أكرم يكرم، وسقى يسقي مثل دخل يدخل. فالفرق بين الثلاثي والرباعي هنا بين سقى وأسقى قيل فيه ثلاثة أقوال. القول الأول هو أن السقي يكون شربة واحدة، إذا قلت له اسقني يعني بهمزة الوصل من الثلاثي سقى يسقي اسقي اسقني شربة ماء يعني مرة واحدة يفهم منها. وإذا أردت الاستمرار تقول أسقي القوم، من أنه من أسقى الرباعي، أسقهم يعني مستمرا. وهذا القول حكاه الكسائي عن العرب، والكسائي من اللغويين إضافة إلى كونه من القراء السبعة وإضافة إلى كونه إمام المدرسة الكوفية النحوية ومن أشهر تلاميذه الفراء المعروف. كان الكساء يذهب إلى البوادي فيحمل قنينة من الحبر على ظهره ويأخذ الورق ويعيش مع الأعراب في البوادي،
ويسجل الكلام الفصيح، ويأتي بعد ذلك فيرويه للناس. فالكسائي يقول هكذا: وجدت العرب إذا قال سقى يعني مرة واحدة، إذا قال أسقى يعني باستمرار. وهذا القول هو المفضل، قول الكسائي. وقال بعضهم: هما لغتان، مثل أحزن وحزن، قال إني ليحزنني ثلاثي، وقال إني ليحزنني رباعي من أحزن. يعني هما لغتان، لا فرق بين هذا وبين ذاك. وقال بعضهم: إذا أريد به الأنهار وما يأتي من يعني الماء الجاري في بطون الأودية والأنهار فهو بالرباعي أسقى إذا من هذا، أما إذا كان لا من غير ذلك فهو سقى، لكن المعول عليه هو الأول. وهنا عندنا مسألتان: المسألة الأولى أن الله تعالى ما ذكر أهل الجنة وهم أهل البيت صلوات الله عليه بالخصوص في هذا الموضع، قال تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هكذا في المصحف وهكذا في القراءة: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ووصفه بالطهور أي الذي لا ظمأ بعده، كما قال الله تعالى لآدم عليه السلام حينما أدخله الجنة بغض النظر عن أي جنة كانت: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يعني لا يصيبك الظمأ. فهؤلاء إذا سقاهم النبي صلى الله عليه وآله من حوضه، من حوض الكوثر المعروف في الجنة، شربة واحدة بعد ما يظمأون. فقال سقاهم: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. والمسألة الثانية: عندنا في بعض أخبار مقتل الإمام الحسين صلوات الله عليه في كربلاء أنه لما أصيب ولد الحسين عليه السلام ابنه علي الأكبر صلوات الله عليهما وشكى يعني الظمأ، قال: بني اصبر قليلا فما أسرع ما تلقى جدك المصطفى صلى الله عليه وآله فيسقيك بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا. فهذا يناسب وسقاهم ربهم شرابا طهورا، لأنها نزلت في أهل البيت عليه السلام، سورة الدهر أو سورة الإنسان، فقال سقاهم. فهذا يؤكد ما رواه الكسائي من أن السقي هو المرة الواحدة. على كل، عندنا قراءتان، البعض كما ذكرت لكم قرأ نسقيكم، والبعض قرأ نسقيكم بالاستمرار. وإن لكم في الأنعام لعبرة، هذا أولا نسقيكم، الاختلاف في نسقيكم ونسقيكم. الآخر، الأمر الآخر في بطونه، ولم يقل تعالى في بطونها، وفي موضع آخر جاء التأنيث، فقيل بسبب التذكير. والأنعام جمع، والمعروف أن يقال بطونها، كما تقول الجبال مثلا قممها، نظرت إلى قممها، ونظرت إلى مثلا سلاسلها، يعبر عنها بالتأنيث. الأنهار تجري، صيغة أفعال تعامل معاملة المؤنث، تجري من تحتها الأنهار. فقيل أولا لأنه نظر إلى المفرد، لأن مفرد الأنعام نعم، فقال تعالى بطونه أي بطون النعم، لأنك تأخذ من واحدة وغيرك يأخذ من واحدة وهكذا. الرأي الثاني أنه لماذا قال بطونها ولم يقل بطونها، قال تعالى من بطونه، أي أراد من بطون ذلك، من بطون ما ذكر. وإن لكم في الأنعام لعبرة، لموضع اعتبار، نسقيكم مما في بطون ذلك، فكأن لها تعود على ما سبق يعني. وهذا مثل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، عطف على وفي الأرض قطع وفي الأرض زرع وفي الأرض نخيل، وقرئ وزرع ونخيل صنبلجر عطفا على ما في الجنات.
وجنات من أعناب ومن زرع ومن نخيل صنوان وغير صنوان. على أي حال، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الفرث هو الفضلات أو الثفل ما دامت في كرش الدابة، فإذا خرجت من الدابة صنفت بعد ذلك، هذا روث الخيل وهذا سرجين البقر وهذا بعر الغنم وهكذا، لكن ما دام في كرش الدابة فهو الفرث. والدم معروف. فيقول تعالى إن الله تعالى بقدرته سقاكم لبنا سائغا مقبولا شهيا لذيذا لا ينفر منه أحد، وفيه لذة للشاربين، مع أنه يخرج من بين شيئين في نظر الناس هما من يعني قذران. هذا اللبن يمر من بين الفرث الذي هو فضلات البقر ما دامت في الكرش، ومن بين الدم، لكن بقدرة الله تعالى لا يختلط فيه الدم ولا يختلط فيه فضلات البقر وسائر الأنعام. وإن لكم في الأنعام لعبرة، لموضع اعتبار. نسقيكم مما في بطونه، بطون هذه الأنعام، من بين فرثها ودمها، من بين هذين الشيئين القذرين. الفرث لا يؤكل وهو شيء مقزز، والدم كذلك من بين فرث ودم لبنا خالصا، خالص يعني صافي، مخلص من الفرث ومخلص من الدم، ليس فيه شائبة الفرث وليس فيه شائبة الدم، وأي أحد يقدر على هذا غير الله تبارك وتعالى، من يقدر على ذلك؟ لذلك كان الإمام الكاظم صلوات الله عليه وهو في سجن هارون اللعين، لما يعني بالغوا في إيذائه مبالغة فظيعة، دعا ربه بهذه الأدعية: يا مخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، يا مخلص اللبن من بين فرث ودم، كذا خلصني من سجن ابن السندي. وبعد ذلك دس إليه السم ومات شهيدا صلوات الله وسلامه عليه وعلى أبنائه الطيبين الطاهرين المعصومين. إذن هذه موضع، هذا موضع اعتبار، وهذه معجزة إلهية. هذا اللبن السائغ الذي الناس يستسيغونه ويشعرون بلذة عند شرابه ولا يرون فيه أي منفر، هو لا يصل إلى ضرع الدابة إلا بعد أن يمر من بين الفرث، من بين الفضلات ومن بين الدم. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. لبنا مفعول به لنسقيكم، نسقيكم المفعول الأول، يعني الكاف مفعول به أول واللبن المفعول الثاني، وخالصا صفة للبن وسائغا صفة أخرى للبن. ومن ثمرات النخيل والأعناب، هذا دل على أن النخيل من الفواكه، يعني ثمرات من الثمار. ومن ثمرات النخيل يعني التمر، والأعناب وهي كلمة عامة تشمل كل الفواكه لكن أكثرها فائدة الأعناب، فتذكر دائما: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وفي الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: خير فاكهتكم من الدنيا العنب. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. قيل في سكر قولان: أحدهما يعني السكر الحلال الذي يعني كالعصير الذي فيه السكر، فيه السكر يعني. والقول الثاني أنه المسكر، بدليل قول تعالى: ورزقا حسنا، في مقابل السكر، يعني السكر رزقا غير حسن باطل، والآخر ما يكون صالحا مما هو مباح وحلال هو الرزق الحسن. نذهب إلى فاصل ثم نعود، تابعونا مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير.
إن سألتم عن إلهي فهو رب العالمين، إن سألتم عن إلهي فهو رب العالمين، أو سألتم عن نبي فهو خير المرسلين، إن سألتم عن كتابي فهو قرآن مبين، أو سألتم عن إمامي فهو مولى المتقين. هو مولاي علي زوج أم الحسنين، حسن ثم حسين ثم زين العابدين، باقر العلم وجعفر صادق القول الأمين، ثم موسى وعلي شفعاء الوافدين، والجواد وعلي أسوة والإمام العسكري قدوة للمؤمنين، وارث الأرض محمد صاحب الفتح المبين، هؤلاء شفعائي أهل بيت. من جديد، تظهر لكم الآن الأرقام على الشاشة وبإمكانكم أن تتواصلوا معنا. وإن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم أو نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، أي ما يسكر. الذين قالوا إنه سكر، يعني بمعنى ما يسكر، استحلوا النبيذ بهذا الوجه من التفسير وهو باطل. قالوا الله سبحانه وتعالى جعله نعمة ومنه، فقال سكرا تتخذنه سكرا وامتن علينا به. لا، قال يعني كما يقول في يعني تصنعون الخمر، أو قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن المنافع باطلة. بعد ذلك حرمتها الشريعة، فحرم الله تعالى صانعه وحامله وبائعه وشاربه. فكذلك هنا، نعم أنتم تتخذون منه ما يسكر، لكن الأصل الرزق الحسن. نعم، من بابل الأخ أبو محمد، تفضلوا. أبو محمد تفضلوا. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا أبو محمد. يمكن أحتاج أكثر من دقيقة لإيضاح السؤال. تفضلوا. نعم. سورة الجمعة. نعم. هو أول الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله في الفضل العظيم. بدأ نحمد الله تعالى على هذا الفضل العظيم، محمد وآله صلاة الله وسلامه صلى الله عليه وآله. نعم. الآية اللي بعدها مباشرة دكتور كأنها انتقال مكاني وزماني إن صح تعبيري، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. نعم. إلى قوله تعالى فينبئكم بما كنتم تعملون، ثم العودة إلى الزمان أو الأصلي
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة اليوم الجمعة. نعم. دكتور سؤالي، هذا الانتقال وحضور ذكر بني إسرائيل في هذا المحل. نعم نعم، واضح السؤال. حياكم جزيل الله، جزيل الشكر لحضرتك. حياكم الله، شكرا لكم، حياكم الله. نعم، من واسطة الأخ أبو علي، تفضلوا. السلام عليكم دكتور. حياكم الله أبو علي، تفضلوا. عليكم السلام ورحمة دكتور الله. دكتور، كلمة بقرأ عن أخبته، شو ما معنى كلمة أخبته؟ لحظة، ما نعم، ما هو سؤالكم؟ أخبته، أخبته. ها ها، أخبته، أخبته يعني دكتور. يعني المخبتون. طيب نعم. دكتور عندي سؤال ثاني يا أخ، الله وجهك. تفضلوا. دكتور، رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم الأشهاد يوم القيامة دكتور؟ نعم، ويوم يقوم الأشهاد. نعم، يعني في يوم القيامة. نعم، أي نعم، في الحياة الدنيا واضح. ويوم يقوم الأشهاد، أي ينصرهم بأن ينتقم من أعدائهم ومن ممن حاربهم، ممن عاداهم. وأيضا هناك مرحلة بين آخر الدنيا وبين البرزخ، وهي مرحلة الرجعة. إن شاء الله نأتي إليها في مناسبة أخرى. أشكرك. إن شاء الله، حياكم الله، بارك الله فيكم، حياكم الله. نعم، إن شاء الله ستأتيكم الإجابة بعد قليل. فإذا القول بأنه النبيذ حلال بدليل السكر، لا، ذكره أنكم تحولون أحيانا نعمة الله كفرة، بدل أن تستعملها في الحلال تستعملها في الحرام. وهذا كالنساء مثلا، يعني الرجال والنساء، الأصل أن يكون العلاقة بين الرجل والمرأة الحلال، لكن يتخذون الحرام، وهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى أباح لهم الحرام، لا. نفس القضية، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يعني اتصال. نعم، من السماء والأخ أبو أحمد، تفضلوا. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. يخليكم الله أبو أحمد، الله يحفظكم، تفضلوا. نعم. السنة والعام في القرآن، يعني قول عن النبي نوح، لبث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما. نعم. وفي سيرة يوسف أيضا وردت 7 سنين وعام في يغاث الناس، وكذلك النبي الذي أماته 100 عام ثم دعاه. أحسنت. نعم. بين السنة والعام يعني. بارك الله فيكم، حياكم الله، حياكم الله، شكرا. شكرا جزيلا. بارك الله فيكم، حياكم الله. يعقلون، الأصل في العقل هو عقل الدابة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلها وتوكل. العقل هو أن تربط إحدى قوائم الدابة. نعم، اتصال. نعم، من معنا؟ الأخ باسم من بابل، تفضلوا. مولاي، يعني بمعنى كلمة الزاني لا ينكح إلا زانية في القرآن الكريم. نعم، حياكم الله، حياكم الله، شكرا لك. وصل السؤال. فأصل العقل الربط، أن تعقل إحدى قوائم الدابة لكي لا تهرب بعيدا. وسمي العقال عقالا، الذي يوضع على الرأس، لأنه يوحي بأن صاحب هذا العقال ضابط لنفسه، يعني عقله يمنعه من التصرف الطائش، فأصبح رجلا ناضجا بالغا، فقيل له عقال. ومن هذا المعنى قالوا للعقل، الذي وهو الإرادة الإنسانية الواعية المسيطرة على تصرفات الإنسان، التي تزن أفعاله، تجعله يفعل هذا ولا يفعل هذا، يقال لها العقل. لماذا؟ لأنه منع للإنسان من أن يكون طائشا، لذلك يقولون هذا عاقل وهذا غير عاقل. ومن هنا يعقلون، يعقلون لا تمر عليهم الآيات والعبر مرور الكرام هكذا، لا يعتبرون، لا يعقلونها، وما يعقلها إلا العالم، يمسكون بها إذا صح التعبير، يربطونها عندهم ويتأملون بها مرارا ومرارا حتى يأخذوا منها العبرة، ثم
يطلقونها. لا، أما الآخر لا، تدخل من هذا الأذن من هذه الأذن وتخرج من الأذن الأخرى، لم يستفد منها شيئا. فقال تعالى لقوم يعقلون، وفي موضع قال تعالى لا يعقلها إلا العالمون. العالم تتأخر عنده المعلومة، يجيلها ويقلبها ويفكر بها، يفكر بها حتى يصل إلى شيء أو بعض ما تهدي إليه أو بعض ما تدل عليه هذه الآية وهذه العبر. قول الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل، الوحي هنا الإلهام والغريزة، غرز الله تعالى عند النحل هذه الغريزة وجعلها تتصرف بهذه الطريقة العجيبة، وكأنه هناك ملك يقودها، طبعا لا يوجد، لكن كأن هناك ملك يقودها يقول لها افعلي كذا ولا تفعلي كذا. هذا هو الوحي بمعنى الإلهام، لكن وحي لدن صارت عندها غريزة. ولذلك يقول الإمام علي عليه السلام وغرزها غرائزها وألزمها أشباحها، فصارت كل الكائنات تتصرف وفق نظام. هذا النظام الإنسان يعقل، الجن يعقل، هذا له شأن، لكن سائر الكائنات التي تتصرف تصرفات عجيبة ربما في بعض الأحيان تتفوق حتى على الإنسان. يعني أنت ترى الغراب مثلا، الغراب يختزن أو يأتي إلى الفاكهة المعروفة بالجوز، والجوز له قشرة قوية تحتاج إلى حديد أو إلى جسم صلب قوي حتى يتم كسرها واستخراج ما فيها من الجوز، فيحاول معها بالحجارة بأي شيء ما تنكسر، فيأخذها بمنقاره ويقف على الأسلاك التي على الأعمدة وينتظر السيارات تأتي، فإذا اقتربت السيارة رماها من فمه فتطأها السيارات بالعجلات بالإطار يعني فتنكسر، فإذا ذهبت السيارة وذهب الخطر يأتي ويأكل منها إلى أن يأتيه الخطر الآخر فيطير. وهذا تفكير عجيب، هذا يعني أنه ما استطاع أن يكسرها بنفسه فذهب ورماها تحت السيارات، هذا تفكير يعني نظام عجيب هذا عنده. وكثير يعني لو مكننا الله تعالى في يوم من الأيام أن نقدم للإخوة والأخوات دراسة عن سلوك الكائنات غير الإنسان من الطير وسائر الحيوان لوجدنا آيات عظيمة تدعو إلى التسبيح وتدعو إلى الخشوع وتدعو إلى الانصياع لأوامر الله تبارك وتعالى. لما سأل فرعون لعنه الله، سأل موسى وهارون عليهما السلام قال فمن ربكما يا موسى؟ أجابه موسى عليه السلام قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه كيف يعيش، كيف يتصرف، كيف يطير، كيف يبني عشا له، كيف أو عشا، كيف يحصل على غذائه. طيب إذن من هذا النوع قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ابحثي عن الأماكن الآمنة، إما في الجبال تبني المناحل وتؤسس مناحل لها، منحل تصنع فيه العسل، من الجبال بيوتا ومن الشجر أو من الشجر الكثيف الذي لا تصل إليه الكائنات الأخرى أو الإنسان، ومما يعرشون من عروشهم من بيوتهم من قصورهم، العروش التي لا تبدو ظاهرة بسهولة. حك أولا اتخذي من هذه بيوتا، اصنع البيوت أولا، تصنع المناحل يعني. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون من عروشهم ثم كلي من كل الثمرات. كل الثمرات أمامك مباحة بأزهارها بثمارها بأوراقها، أنت ألهمك الله سبحانه وتعالى أن تعرفي هذه الثمرة فيها هذا النوع من العسل، هذه الأزهار فيها الرحيق الذي يصنع نوعا مفيدا من العسل، هذه الأوراق أوراق الأشجار
ولذلك تجد أن العسل كما عبر القرآن الكريم يكون مختلف الألوان، هذا يميل إلى السواد، هذا يميل إلى الصفرة، هذا يميل إلى البياض، هذا يميل بحسب نوع النبات الذي تتغذى عليه. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، أي وبيوتا من الشجر وبيوتا مما يعرشون. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا مذللة لك، أو هي مذللة طائعة لأمر الله تعالى، تعمل عملا حثيثا لا تخالف هذه الغريزة وهذا الوحي الإلهام الذي ألهمها الله تعالى إياه، أو أن الطريق مذلل لها، تصعد إلى الجبال، تأتي إلى العروش، إلى الأشجار، تبني المناحل، تأخذ من الأزهار، من الرحيق، من الثمرات، من الورق والنباتات، لا يعيقها عائق، الله سبحانه وتعالى ذلل لها الطريق. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه كما ذكرت لكم. بعد فيه شفاء للناس، هذا معجز، لو لم يكن في القرآن الكريم إلا بعض هذه الآيات لكفى بها دليلا أنه من عند الله. فيه شفاء للناس، والآن ترى أن الأطباء والعلم الحديث أثبت أن العسل شفاء لكثير من الأمراض، يعني حتى الحنجرة الذي يجد مشكلة في الحنجرة يأخذ في الصباح مقدار ملعقة من العسل، يفتتح طعامه بهذه الملعقة من العسل تكفي لتنظيف الحنجرة. وفيه شفاء عجيب من أمراض عديدة. ثم تتعجب كيفية صناعة هذا العسل وكيفية إحاطته بالشمع لكي يبقى نقيا طاهرا نظيفا، وإذا ماتت إحدى العاملات في داخل المنحل تقوم العاملات بإحاطتها بالشمع لكي لا تؤثر على العسل، لأن الشمع بمثابة تجميد لها، إحاطة تغليف وتجميد لها، فلا تؤثر على العسل نهائيا. وعمل دؤوب يحتاج إلى تفصيل ووقت طويل. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. فاسلكي، لأنه هذه المخاطبة بالياء، فاسلكي أصله تسلكين، مثل وهزي إليك بجذع النخلة، حذفت النون لأنه فعل أمر مبني على حذف النون من الأفعال الخمسة. فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، ألوانه مرفوع لأنه فاعل لمختلف، أي اختلفت ألوانه، تختلف ألوانه، مختلف ألوانه، فيه شفاء للناس. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، هذا موضع تفكر، نقف عند هذا الحد ونجيب الأخوة على الأسئلة، وإن شاء الله تعالى نكمل في الحلقة القادمة. الأخ أبو محمد من بابل، في سورة الجمعة لماذا تم الانتقال من الحديث عن أن الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وآله الرسول في الأميين ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إلى آخر الآية، ثم جاء ذكر اليهود وتحميلهم التوراة وأنهم لم يحملوها وتشبيههم، ثم جاء تشبيههم بالحمار، إلى في آخر المطاف جاءت سورة الجمعة. الأمر يعود إلى مسألتين أخي الكريم. الأولى أن القرآن الكريم لم يرتب حسب النزول، فالآيات متفرقة، تأتي تجد آية تتحدث عن موضوع ثم تأتي آية ثم تأتي آية تعود إلى نفس الموضوع. المسألة الأخرى، هناك ما يعرف بالاعتراض، تأتي جملة معترضة، يعني في قصة لقمان عليه السلام في سورة لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله
إن الشرك لظلم عظيم، هذا كلام لقمان عليه السلام. ثم جاءت جملة آيات اعتراضية، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أم وهنا على وهن إلى وصاحبهما في الدنيا معروفة. ثم عاد الحديث عن لقمان وابنه عليهما السلام، يا بني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذا الاعتراض موجود. فذكر الله تعالى أولا الأميين بعد التسبيح، ثم ذكر أخبار اليهود، ثم عاد إلى ذكر الصلاة في يوم الجمعة. الأمر الآخر أن تسمية السور لا يعني بالضرورة أن التسمية تبدأ من أول مرة، يعني سورة مريم يأتي ذكر مريم بعد قصة زكريا عليه السلام، مع أن السورة سورة مريم. سورة البقرة كذلك جاء ذكر البقرة بعد ذلك بعد آيات، وهذا من باب تسمية الكل باسم الجزء. شكرا لك أخي الكريم. الأخ أبو علي من واسط، أخبتوا أي خشعوا وخضعوا لله تعالى وأطاعوا. الأخ أبو أحمد من السماوة، السنة ما كان 12 شهرا كاملات، والعام كل يوم من السنة هو عام. تقول ولد عام كذا، ويعني مثلا الآن نحن في نهاية سنة 2021، لو ولد في آخر ساعة من 2021 تقول ولد عام 2021. لكن السنة لا تكون سنة إلا إذا مضى عليها 12 شهرا كاملات. وقيل العام يستعمل في أيام الفرح والسعادة والراحة، والسنة في أيام الأذى يعني الأحزان وغير ذلك. ولكن فيه اعتراض كما أشرتم، فأماته الله 100 عام ولم يقل 100 سنة، مع أنه موت. طيب الأخ باسم من بابل، هذا إرشاد وليس أمرا أخي الكريم. قد يتزوج مؤمن زانية، وقد يتزوج منافق مؤمنة، كما حصل فرعون تزوج امرأة من الكاملات آسيا بنت مزاحم. لكن هذا إرشاد، يعني على المؤمن أن يبحث عن العفيفة الطاهرة، والعفيفة الطاهرة تبحث عن المؤمن العفيف، فتبقى الزانية للزاني. وهو إرشاد وليس يعني أمرا أنه يجب عليك أن تفحص وتتعب وكذا، لا، هو إرشاد. لكن التخير مطلوب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيروا لنطفكم. أعود للأخ أبو أحمد، سنة والعام، لو بالنسبة لو قال لك قائل هذا دين أريده العام القادم ودخل العام القادم بعد ساعة، له الحق أن يطالب فيه. لكن إذا قال لك أريد الدين بعد سنة، لابد أن يمضي 12 شهرا كاملات، هذا الفرق. نعم، الظهر أن الوقت انتهى. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، إن شاء الله تعالى نلتقيكم في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.